فضيلة الشيخ، أحوال سجود السهو قبل السلام وبعد متى تكون؟ يجوز سجود السهو قبل السلام وبعد السلام، ولكن الأفضل أنه إن كان عن نقص في الصلاة فإنه يكون قبل السلام، لأنه جبران للصلاة، جبران لما نقص. أما لو ترك التشهد الأول أو ترك قول سبحان ربي العظيم في الركوع أو سبحان ربي الأعلى في السجود أو رب اغفر لي بين السجدتين فإنه يسجد قبل السلام لأنه جبران. أما إذا كان سجود السهو عن زيادة في الصلاة، كما لو قام إلى خامسة أو سلم قبل إتمامها ثم عاد وأكملها، فإن الأفضل أن يكون السجود بعد السلام، لأنه ليس جبرانا وإنما هو ترغيم للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.